شكرا جزيلا لزميل ناجي فاروق على هذا المجهود الرائع، هذا التقرير اللي كما ذكرت واشرنا خلال التقدمه له انه عن طريق صحافه الموبايل حتى الترجمه تابعناها، مجهود كبير يا ناجي، شكرا لك. ونتمنى ان تتواصل في هذه التقارير التي دائما ما تبيد بها صباح الشروق والبرامج المختلفه. نحن ننعم الان باجواء الديمقراطيه بعد الثوره السودانيه الظافره، الرحمه والمغفره بدايه لشهداء ثوره المجيده والمجد للشعب السوداني. بهذه الأجواء في حركات كفاح مسلح هي الآن على أرض التفاوض في الجارة جنوب السودان جوا بالتحديد تمضي عملية التفاوض، ولكن في يعني أنفاق الظلام أوقدنا شموع الأمل على أن السودان ده يكون بخير وأمان واستقرار. عشان الاستقرار ده يتحقق لازم يتحقق السلام اللي هو الركيزة الأساسية والرئيسة حتى أن السودان ده ينعم بالخير والنماء. لما يتكلم عن قناديل السلام مجموعة شموع مختلفة من ضيئة لسودان الغد بإذنه تعالى، ولكن لما نتكلم عن عمليات التفاوض الآن الشيء المأمول إن شاء الله بنتمناه إنه نصل لسلام مستدام عن طريق الحركات اللي هي الآن بتتفاوض في يوبا. إحنا سعداء إنه يكون معنا أستاذ آدم عيسى حسبو، هو نائب رئيس حركة العدل والمساواة وأمين إقليم كردفان ورئيس وفد قناديل السلام، هو الآن ضيف عبر صباح الشروق. صباح الخير. صباح النور، وشكرا لقناة الشروق للاستضافة، وفي العهد عهد الحرية، وده طبعا من شعارات الثورة. من هنا نترحم على شهداء الثورة منذ العام 89 وحتى يومنا هذا، ولولاهم لما وجدنا هذه الحرية. وابتدأ طبعا بالكنداك التاية في جامعة الخرطوم، وشكر لكم للاستضافة. اهلا وسهلا، احنا سعيدين جدا بك، و يعني كلهن مشاركات بفعالية منذ التاية والى اخر كنداكة مشاركة، والان الطفلة الصغيرة التي تحبو ستكون كنداكة في المستقبل القريب. وهم بكل تأكيد والحديث هنا عن قناديل السلام رسل لما سيحدث في المستقبل القريب للتبشير بهذه العملية الأولى في هذه المرحلة الانتقالية والتي ينظر عليها الجميع، باعتبار أنه إذا ما لم يتحقق السلام لن ننهض، وفي ظل عدم وجود السلام لن تنهض الأمة أصلا، ولن ننعم بالطمأنينة والأمن والتنمية والنماء الذي يبحث عنه ليكون هناك سودان جديد بكل ما تحمل هذه المعاني. لنقرب الصورة، ماذا نعني بقناديل السلام؟ دلالات الاسم وهذا الوفد أيضا. القناديل قناديل يعني شموع، وانت دائما لما يكون عندك يعني الشموع دي بتضاء للأفراح دائما، وبتضاء لكي تضيء العتمة ليرى الناس الموجود السودان فيه عتمة يعني أخذت يعني زمن طويل جدا جدا، والناس يعني فترة طويلة فقدت الأمل في 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 في, في الضوء الذي يشيع لكي ينعم الناس برؤية حقيقية لسودان يسع الناس جميعا. في من هذا المنطلق اخترنا يعني كلمة قناديل، أظنها كانت المناسبة لهذا الزمن بالذات. ونحن يعني قناديل السلام التي دخلت إلى السودان هي أتت بموجب الاتفاق الذي حدث بجوبا، وهذه حسن نوايا، وأتينا لنبصر الشعب ونور الشعب ونعكس من هم الحركات المسلحة وما هي العدل والمساواة السودانية. حتى يعني لأنه يعني الفترات 30 عام الماضية الناس أخذت يعني الإعلام أدى انطباع باتجاه واحد بأن الحركات المسلحة دي كأنما هي يعني وحوش في القابة، لكن هو نحن يعني الآن موجودين داخل السودان. الصورة الذهنية الموجودة سلبية تماما. تماما، يعني امبارح في المجلس السيادي كنا بنتناقش، حتى ناس جزء منهم بيفتكروا بأنه يعني دي الناس دارفور، لكن لما لقوا الوفد كله مشكل، واحد عبد الحفيظ من شندي، آدم عيسى من كردفان، محمد البكر من القضارف، يعني كان مشكل اندهشوا في لشكل الوفد. عشان كده يعني ضروري جدا الناس يعني الشعب السوداني يعرف ما هي الحركات المسلحه. وبرضه جينا لانه في مدام في حريه وديمقراطيه، ومن ضمن الحاجات
الموقع في 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 جوبا للاعلان حسن النوايا هو اطلاق سراح الاسرى الموجودين داخل السجون. مفترض الاسير يعني هو ضحى بكل زمنه والريسك ودخل في يعني ودخل السجون مفترض ينعم يعني كما نحن الان لولاهم لما نحن موجودين الان نتحدث من خلال القنوات الفضائيه داخل السودان. والامس كنا في داخل القصر الجمهوري وكنا في تلفزيون القومي للسوداني لولا هؤلاء الاسرى لما حدث. فنحن مهتمين جدا يعني بموضوع الاسرى من خلال من اهداف وفد غنادي للسلام انه الوصول الى النازحين داخل السودان. لا بد ان الناس تجلس معهم وتعرف المشاكل لانه الناس فتره طويله جدا وهم اصلا من مخلفات الحرب يعني. جميل. نعم جميل. استاذ ادم تكلمت عن شكل التنوع الموجود بالنسبه لقناديل السلام او حركه العدل والمساواه ممكن يشكل انسان السودان الواعد لانه الاختلاف هو اللي بيميزنا، لكن انت اشرت لواحده من النقاط اللي هي اهداف الوفد انه الهدف السام هو التوصل لعمليه السلام، لكن ذكرت عمليه عوده النازحين اللي هم خرجوا الى مناطق اخرى والان عادوا طواعيه الى مناطقهم. نتكلم دوركم انتم من خلال هذا الوفد، عايزين تهيئوا لهم شنو انتم؟ الأول النازحين ما عادوا حتى الآن ما عادوا طواعية في جزء عايزين نصلهم في معسكراتهم حتى الآن النازحين ديل بيسمعوا عن طريق الإذاعات أين أبناء الحركات الثورية المسلحة عايزين نسمع منهم هم ونحن عايزين نسمع منهم حتى قضاياهم الحقيقية يعني ما نأخذها عن طريق الورق تمشي مفاوضات السلام وهم يكونوا ممثل حقيقي يمثلوا نفسهم يعني في مفاوضات السلام بآرائهم ده الهدف الاساسي لازم نحن نصلوا في اماكنهم طيب. الان الفرصه متاحه. طيب اضافه لهذه النقطه نعم. يعني غير النازحين الان الموجودين يعني في معسكرات المختلفه سواء كان في مناطق الحروب او النزاعات اللي هي الان بتشهد امن واستقرار، في يعني نازحين اتوا من تشاد ومن الدول المجاوره لانه حصلت عمليه استقرار، ولما نقصد بامن هو استقرار لهم كلهم، فبالتالي هم جذور المشكله الحقيقيه اللي خلتهم يطلعوا ما في امن وما في استقرار، انتم من خلال المفاوضات دي عايزين تقعدوا معهم، هل بتسمعوا منهم ولا في برضه ناس ممثلين ولا انتم بتمثلهم في عمليه التفاوض؟ لا نحن عايزين نسمع منهم وهم يمثلوا نفسهم في 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 المفاوضات لانه الانسان اللي بيمثل يعني المباشر افضل يعني من الانسان اللي بينقل عنك. فانت في حاجات بتطرا اثناء المفاوضات فما ممكن تتصل للنازح ولا اللاجئ تقول له يا اخي الحاصل شنو؟ لابد انه يكون موجود وما محتاج تصل. فاللاجئين والنازحين يعني ضروري جدا يكونوا موجودين ويعكسوا معاناتهم بانفسهم كما الان نحن عندنا وفد الان في شرق تشاد مع اللاجئين الان طاف 6 معسكرات وجلس معهم على الارض كما نحن الان يعني حنذهب لمعسكرات النازحين في الداخل. جميل. طب خلينا نتساءل عن المهام الموضوعه، يعني وصلتم الى القصر الجمهوري، جلستم مع المجلس السيادي، الان هناك تواصل جميل وحميم مع الاعلام، ذكرت ان هناك وفد سيذهب للجلوس مع في تشاد كما اشرت، اذا هناك مهام موضوعه دعنا نتعرف عليها لقناديل السلام. المهام الموضوعه من ضمن المهام هو جلسنا مع المجلس السيادي هي التسرع باطلاق سراح الاسرى، نحن عندنا اسرى وبالنسبه لي الموضوع ده مهم جدا جدا. هذه في اولويه مهامكم. من الاولويات؟ نعم. الاسرى اولويه، لابد ان ينعموا بالحريه، يعني احنا نتمنى بدل نمشي نزورهم في السجن في السجون الان نتمنى نمشي نستقبلهم هم خارجين، يعني واحده من الاهداف، واحده من الاهداف ان احنا نبصر الناس الجمهور السوداني نمشي نجلس معهم كلهم بمختلف تنظيماتهم وافكارهم بلا استثناء، ان احنا في العدل والمساواه ضد الاقصاء لاحد، نجلس مع الناس جميعا نسمع افكارهم. لانه اذا عايزين سودان يعني سودان واحد موحد لابد ان نجلس مع الناس. برضو احنا من ضمن اهدافنا بنبشر بالسودان الفيدرالي، لابد ان نرجع للحكم الاغاليم القديم ويكون في يعني الاغليم يحكم نفسه حتى يكون في رابط جديد للدوله السودانيه حتى لا يشعر اي احد بغبن تجاه الاخر. التفتت للسودان بالتقسيم الكبير ده يعني سبب تباعد اجتماعي، تباعد ثقافي، تباعد سياسي، حتى التباعد الديني الناس فنحن بنفتكر النقاش المباشر للقضايا بيكون هو يعني هو الشيء الاساسي لحلها.
نعم. أه. استاذ ادم، يعني لازم نوضح حاجه معينه. انت ذكرت انه نرجع للتفاصيل الفدراليه والحكم الفدرالي اللي هو منعكس على اي ولايه او اي منطقه ثانيه. نعم. تكلمت عن الحكم يكون يعني لهذه المناطق، بس نصحح المعلومه، الحكم ده ما بيعني تقرير المصير، هو الشخص اللي بيكون من المنطقه هو يعرف تفاصيل المنطقه ومشاكلها او كذا، وهو الرابط ما بين المنطقه والجهات المسؤوله في الجهات العليا. خل الناس ترجع بذاكرتها لحكم الاغاليم قبل ما تتشتت لولايات، كيف كانت الدنيا وكيف كان مشروع الجزيرة. لو كان الحكم فيدرالي في 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 السودان، لما قبل أهل الإقليم الأوسط بأن يتشتت مشروع الجزيرة وتدمر بهذا الفهم. لو كان الحكم الفيدرالي في السودان، لما قبل أهل إقليم كردفان بأن يدمر مؤسسة جبال النوبة الزراعية دي في يوم واحد، شرد 4500 موظف وعامل وبيجرد قالوا هم مشروعهم يحول للصالح العام. فالفيدرالية لو كان في حكم فيدرالي في شمال السودان، لما قبل الناس ان يكونوا في سدود بدون مشاورتهم. اها، ده وضح. نعم، وضح استاذ ادم، بس كانت نقطه لانه الاشاره اللي ممكن تتعلق يعني صوره ذهنيه اخرى عند المشاهد. لكن في مواصله العمليه بتاعه الوصول للنازحين، هم يعني معالجه جذور المشكله الرئيسيه بتاعه الحروب هي التوصل مع الذين تضرروا من الحروب دي. فلو تكلمنا الان في معسكرات اللاجئين او كذا، انه العوده بعد يعود لهذه المناطق، وان شاء الله نشهد عمليه السلام، محتاجين لتفاصيل كثيره جدا، منها الامن ومنها التفاصيل التعليم والصحه او غيرها. ونحن الان بنمر بفتره حرجه اقتصاديا قد تكون، فمحتاجين برضه لتضافر المجتمع المدني، منظمات الاقليميه والدوليه، عشان معين الدوله ما بتسع مرات لتنفيذ كثير جدا من المشاريع. انتوا الرابط شنو ما بينكم وما بين الجهات دي عشان تقدموا لهم كل المعينات دي؟ شوف الناس يعني في حاجات، السلام ده ما بتبني بالاماني، السلام يتبني بالعمل. والعمل عشان تجيب لاجئ ولاجئ من خارج السودان تدخله للسودان وترجع نازح لمناطقه الاساسيه، لابد ان تتوفر الخدمات الاساسيه كليه. وده ما بيتم الا بمساعده المجتمع الدولي، لان القصه اللوجستيك يعني حتكون حاجه ضخمه جدا. ونحن بنزعم بانه حتى اللاجئ محتاج لما يجي داخل يكون عنده الحاجه الاساسيه اللي بيمارس بها يبدا بها حياته. فدي حاجه مهمه جدا يعني في اللاجئين والنازحين، دي لابد من وقوف الدوله السودانيه، المجتمع الدولي، الامم المتحده عموما، الاتحاد الافريقي، كل الجهود دي يعني تتصب في 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 عوده استقرار النازحين. لولا ذلك ما بيحصل. الشيء الثاني برضه مساله الاستقرار الاجتماعي، محتاجة برضو عمل ثقافي اجتماعي. ده لابد ان منظمات المجتمع المدني والإعلام ده له دور أساسي جدا في لعب يعني ربط النسيج الاجتماعي. الآن يعني حصل فيه بعد التفتت، محتاجين يعني الإعلام الآن بيأدي دور يعني ما شاء الله يعني. فهذه حاجات مهمة ضرورية لازم تبقى يعني. نعم، يعني في جانب رد وربط النسيج الاجتماعي، هل هناك مشروعات، افكار جديده، اشياء واضحه حتى يعني يمكن ان نصل اليها في المستقبل؟ هذا جانب. الجانب الاخر، الان الوفد حضر مجموعه من القضايا وحاول نقاشها، كيف تقرا يعني الان نقاش هذه القضايا الى الان؟ و يعني الى اي مدى انتم لامستوا النجاح من خلال كل الهموم والمهام التي تودون القيام بها؟ والله يعني جينا السودان بجد، يعني السودان جميل وبالذات في زمن الحريه. نعم. والان الناس المجتمع اللاجئين، ونحن موجودين الان في 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 موقع الاقامه، يعني زارتنا يعني فوت كثير جدا جدا، وحددت يعني ملامح، ونحن حددنا ملامح الناس بانه في تفاؤل السودان ده حيكون دولة مستقرة لو حدث السلام. والإرادة الآن موجودة لتحقيق السلام من المجلس السيادي ومجلس الوزراء، ونتمنى يعني الناس كلها تفرح نرجع فرحانين وكل لو نعم. قلت لو حدث السلام، احتياجات السلام الآن كيف نمضي الآن؟ الآن يمضي بخطى ثابتة،
لانه الاراده توفرت. اها، وده اللي نحن بنصبوا له من خلال سوداننا الجميل، انه يكون مشرق عشان نتحقق ويتحقق الاستقرار، فبالتالي السلام هو من الاولويات. احنا مقدرين جدا استاذ ادم عيسى حسبه، نائب رئيس حركه العدل والمساواه وامين اقليم كردفان، وايضا رئيس وفد قناديل السلام. كتر خيرك على الاضاءات، وان شاء الله نلتقيك والسلام في استقرار، او السودان في استقرار. انا باسم الحركه عدل ومساواه السودانيه يعني اشكر قناه الشروق للاستضافه ووفد قناديل، اذكركم الاستضافه الطيبه، واتمنى يعني يكون بيننا تواصل لعكس الرؤى للشعب السوداني، حتى يعني ننعم برابط اجتماعي ثقافي، نستفيد من الدايفيرس الثقافات الكثيره موجوده عندنا دي. يعني شكرا لكم. نحن نقول لك صباح الشروق، حبابك في اي وقت. مرحبا بكم، بارك الله فيك.